حياكم الله مشاهدينا الكرام من متحف الحرف التقليدية في خورفكان. اليوم راح نستعرض معاكم الحرف التقليدية الخاصة بآبائنا وأجدادنا، وكل حلقة راح نتعرف على حرفة ونتعلمها. تعالوا وياي. راح نتكلم على نوع من انواع المجوهرات اللي كانوا ابائنا واجدادنا يستخرجونها من البحر. راح نتكلم مع الوالد ومنصور عن اللولو، انواع اللولو واجود انواع اللولو. تابعونا. السلام عليكم منصور. السلام عليكم ورحمه طيب. الله حيا الله. شو امورك؟ الحمد لله. شاكر بخير. الله يعافيك. الله يحفظك ما شاء الله. كيف نشوف حالك؟ الله يسلمك. تخبرنا الوالد ابو منصور شو تسوي لنا؟ والله حاليا انا قاعد اطلع حصه الغواصين وطاقم العمل يعني في الغوص، فطلعنا الحين حق النوخذ وحق النهام والبنداري وهذا، طلعنا حق الغواصين، الحين نطلع عليهم شوي شوي. زين ابو منصور، نحن اليوم نتكلم عن تجارة الاولين. اي نعم. اي نعم. وبنتكلم عن اللولو. اتوكل على الله. اي نعم. تعرفنا في البداية ابو منصور عن انواع اللولو. والله اللولو مواسم. مواسم. يعني المحار المغاصات ليه مواسم. فدائما يعني نحن نتجهز على الموسم. على الموسم. اي نعم. ونركب البحارة الغواصين يعني في في السمات، ونصير يعني جروب، نصير يعني مجموعة يعني سماميج يصيرون على المغاص في قيادة شخص واحد، سواء أنا أو كان يعني حد غيري يدل المغاص اللي احنا بنصير ليه. فيطلعون كلهم على المغاص وين وقف الرئيس أو اللي قايد اللي احنا تابعينه. من يوقف يرفع علم أسود. علم اسود. علم اسود يعني هني هذا المغاص. كل السماميج بتي بتوقف، بتوزع طبعا بعيد عن بعضها يعني. فبتستوي عمليه الغوص هذه. جميل. في هذاك المكان. كم عدد الافراد اللي موجودين في او في رحله الصيد هذه؟ في السماج يعني تقريبا من غير النوخذه ومن غير البنداري ومن غير النهام يستوون 30. 30. 30 الغاصة مع السيب. الغواص هو اللي يغوص والسيب هو اللي يره. نعم. إيه، والبنداري هو الطباخ. الطباخ. والنهام ترى هو اللي يشجع الغواصين. الغواصين. في الرحلة هذه. وكيف يشجعهم؟ في كلمات معينة؟ والله طبعا يقولوا كلمات مشجعة يعني حق الغواصين، ويعطيهم العزيمة يعني أنهم يعني يغوصوا أكثر ويجيبوا يعني محار أكثر. وطبعا السيب من يسحب الغواص يشل المحار هذا ويفرغه. نعم. وكلهم بعدين يجتمعون يقعدون يفرغون يفلقون المحار يعني. عندي أنا هذه فلاقة وهذه المحارة. طبعا المحارة. نعم، هذه الفلاقة مخصصة للمحار. هذه تقطع عضلة المحارة عشان تتبطل، لأن المحارة إذا تسكرت ما تنفتح. فهذا فيها المخلب، من يوصل المخلب للحم يقص اللحم خلاص تتبطل المحارة. بعدين ما تقدر ما تتسكر خلاص تقتلها أنت كذا. وبعدين بيقعد ينبش في اللحم شو المحصول اللي حصله في من اللولو. جميل. إيه، سواء يعني اللولو حجم كبير ولا صغير. طبعا اللولو احجام واسامي يعني الشيء الصغار يسمونه قماش. واللي الصغار واللي اكبر يسمونه حصبه. والكبار يعني هذه كلها حصابي، هذه هذه حصابي. الكبار كبيره هذه يسمونها دانه. دانه. ايه. وبعدين اللولو يفرق في جودته. في جودته. نعم. زين الوالد، اللولو له الوان. نعم. جميل. شو الالوان اللي موجوده يعني في اللولو؟ يعني عندنا هذا ابيض برايت لكن ما يعطي الوان الطيف.
هذا أقل جودة من اللي يعطي ألوان الطيف وهو أجود الأنواع، ولازم يكون مستدير استدارة كاملة يعني ما في انحرافات ولا أي حاجة أساس يعطي شعر أكبر. إيه. وعندك اللون الثاني اللي هو اللون البترولي. البترولي. البترولي هذا أقل سعر من اللون القحواني. في لون قحواني أو يعني كريمي مثل الكريمي، بس يعطيك لونين، لون يعطيك المشع ولون يعطيك ألوان الطيف. ألوان الطيف، الألوان الطيف اللي هي دائما اللي فيها الألوان الطيف هي اللي تكون أجود. أجود. إيه نعم. فإلا اللون البترولي والرصاصي فهذا لون مضروب إحنا نسميه يعني جودته أقل. أقل. إيه نعم. بعد ما يخلصون المنصور من رحلة الصيد، طبعا الرحلة هذه تأخذ مدة طويلة من شهر لشهرين توصل حتى ثلاثة شهور. نعم. بعد ما يردون ومعاهم اللولو، كيف يوزعون اللولو على الموجودين خلال الرحلة هذه اللي طلعوا الرحلة يعني رحلة الصيد؟ هو المحصول كامل يوصل عند وين؟ عند النوخذة. طبعا لازم نحن نعطي نوزع اللولو ونوزع المحصول على الغواصين، على المشاركين في السمان رحلة الغرس. إيه يعني حد منهم ياخذ قلاطة، حد منهم ياخذ قلاطتين، حد قلاطة ونص. شو الفرق بينهم؟ ليش قلاط وقلاطين وقلاط؟ لأن المالك والنوخذة كل هذه رتب. يعني اللي تحمل يعني كل شخص الرحلة اللي موجود في رحلة الغوص عنده رتبة. اي طبعا. ايه عندك السيب غير، الغواص غير، النوخذة غير، النهام غير، البنداري غير، المالك غير. ممكن يكون المالك نفس الشيء هو نوخذة. يعني يكون هو مالك السماج أو قارب الغوص وممكن يكون هو نوخذه. جميل جميل. وإذا كانوا من عائلة واحدة مثلا واحد ويا عياله خلاص يعني ما في القلايط والشسمة تلغي. نعم. كلهم يتشاركون في المحصول وتصير يعني، وبس يكون العدد أقل يعني ممكن يكون هو عنده 15 ولد أو ممكن يكون معاه أحفاد. نعم. فهذه كلها يشاركون فيها وبعدين طبعا هو يقسم لهم نصيبهم. زي الوالد اشوف هني هذه المشخلة، شو تستخدمون المشخلة هذه؟ هاي المشخلة عندي الحين وحدة في مشاخل. هذه تعتبر يعني حق تفرغ فيها من الأصغر إلى الأكبر. هذه نحط مثلا القماش، يعني هذه الحين حق القماش. في قماش بعد صغار اللي هو الجوان. هذا أصغر من القماشة، فهذا يطلع بروحه. بعدين نجيب مشخلة أكبر ونحط القماش فيها، وش اللي يتم فيها نودي على مشخلة غير. وتتم بالطريقة هذه طبعا كل شيء ينحط بروحه. هذه المقاسات الصغيرة الصغيرة إلى الأكبر. فالمشخلة مشاخل مش مشخلة مشاخل. أيوة يعني في مو مشخلة واحدة، عدة مشاخل. عدة يعني مشاخل لأن أنت بتطلع شنو؟ بتطلع المقاس من الأصغر إلى الأكبر. وبعدين طبعا هني تأخذ المقاس هذا مع الوزن. مع الوزن هذا نفس الميزان اللي يوزنوا فيه الذهب طبعا. هو هذا اللي يوزنوا فيه هذه. إيه نعم. وعندنا هني اللي هو القيراط هذا. القيراط. إيه. هذا القيراط بنفس الطريقة يعني يحطوا هنا اللولو ويحطوا القيراط ويطالعون الوزن ويوزن. طبعا قيراط فيه يعني أحجام. أحجام. أحجام يعني مثلا هذه هذا حجم كبير بالنسبة للولو. إيه. حجم كبير. إيه. هي هي نعم يعني وايد. فطبعا يحطون على حسب التوازن والحجم. والحجم. وطبعا الطواش يعرف كم هذا قيمته وجودته وكل شيء في سعره. بس هذه يعني الطريقة الوحيدة يعني اللي كانوا يوزنوا فيها. يوزنوا فيها الأولين. نعم. وطبعا هذا الدفتر هذا نسميه الأمانة. الأمانة. كل شيء موجود فيه، كل شيء مسجل فيه. اي نعم. نعم. سواء حق له او عليه، او عليه يعني، لان اول البحاره بعد يتسلفوا فلوس. هي هي يتسلفون.
يتسجل عليهم. التاجر اللي عنده الفلوس هو اللي عنده الدفتر. ايه هو عنده الدفتر. يعطيك العافية وشكرا لك يا أبو منصور. الله يسلم. الله يحفظك. حاضرين والله. الله يسلم. إذا مشاهدين الكرام تعرفنا اليوم معاكم ومع العم أبو منصور على اللولو وأنواع اللولو وأيضا على جودة اللولو. ونشوفكم إن شاء الله في حلقة قادمة مع حرفة ومهنة جديدة. مع السلامة.